السلام عليكم الاخوان، لاباس عليكم. يلا اختي ام مريم نتوكلوا على بركه الله ونبداو في انتظار الاخ مبارك. ام مريم تفضلي معنا. اختي ام مريم مرحبا. السلام عليكم. عليكم السلام. لاله كيف اختي؟ بخير الحمد لله. مبارك بلاتي حنا غنرجعوا عندك. تفضلي اختي ام مريم. انا كنت طلعت معكم البارحه انا في اللايف. اييه كنت قلت لكم راه راجلي عاون السلطه وما عندوش لاكيس، وقلتوا لي سيري سولي الاخ احمد. اييه ولحت ليه كاع الرقم ديال البطاقه ديال الزوج ديالي وداكشي، شاف ليا قال لي ما عندوش لاكيس نهائيا. تاكد جوج المرات عاود اليوم عاود صيفط ليا قال لي تاكدت لك راه ما عندوش لاكيس. لا ما عندوش لاكيس. واش لا سي ان اس اس ولا الكنوبس ولا بجوجهم كيعني بها لاكيس؟ لا ما عندوش حتى حاجه، ما عندو لا هادي لا هادي، ما عندوش. ايوا في هذه الحاله لا لانتريت لا والو. حيت ملي سوزت راجلي قال لي انا ما عنديش داك الرقم ديال الحساب. وفي هذه الحاله هذه المهم الزوج ديالك في هذه الحاله يعني ما كيتخلصش على الدراري. صافي دابا انت دفعتي. لا لا امين دابا انت دفعتي. جاني المؤشر 9079. صافي لا لا دفعتي للدعم. دفعت للدعم ودفعت للامو. شكرا اختي سعديه. لامو قبلوك؟ مازال ما عطوني حتى شي جواب. مازال لا. شحال هادي باش دفعتي لامو ولا لا؟ باقا ما كملتش 20 يوم. ولا لا غتسيري حتى تدوز شهر. صافي صافي. وباش انا غنعرف راه تقبلت في الدعم؟ لا بالنسبه للامو غادي تكملي شهر وغادي تمشي عندهم وغادي تشوفي شنو غيعطيوك فهمتيني. وبالنسبه للدعم لا سي نيسيس التضامن الضمان الاجتماعي. صافي. وبالنسبه حبيبتي الدعم حتى شي حد اي حد حد ما غيعرف بانه تقبل في الدعم حتى كيصيفطوا عليكم السلام. بالنسبه للناس يدخلوا جداد حتى حد ما غيعرفها حتى غيصيفطوا لي في الهدف في الكونت ديالو. دابا انت ملي درتي الكونت درتي الكونت ديالك ولا ديال الزوج ديالك؟ شكون اللي دار بالاسره؟ لا راجلي هو اللي دار بالاسره ودار الكونت بسميتو هو في وفاكاش. ايوا صافي لالا كوني متاكده حيت هما الدوله ما عندهم لا شي خاف. الدوله دارت هذا الشيء باش ان الضمان الاجتماعي يكون عند المغاربه كامل اللي ما عندهمش. وانت في الحاله ديالكم راه ما عندكمش الضمان الاجتماعي. صافي. لا حيت انا اخ احمد قال لي زعما يقولها للناس اللي خدام معاهم. انا ملي سولته قال لي راه قالها لواحد السيد في العماله قال لي لا غير يدفع ماشي مشكل ما تخاف حتى شي حاجه. الاخوان اللي كتقولها راجلك عاون سلطه وباغي الدعم، اصلا هذا الدعم شنو هو؟ هو الخلاص على الدراري، وهي السيده عندها 4 ديال الدراري، راه ما عندوش علاقه بانه خدام ولا ما خدامش، عنده علاقه بعدد الدراري، لان الناس اللي خدامين في الدوله اولا خدامين في الضمان الاجتماعي اولا خدامين عندهم الكنوبس خدامين مع الدوله، راه كيتخلصوا على وليداتهم ابار الصالير ديالهم الاساسي، فهمتوني يا الاخوان؟ ابار الصالير الاساسي. تخلصوش على الدراري دابا لمده 20 عام، عمرنا تخلصنا عليهم. ايوا ما ربما الله سبحانه وتعالى ذلكم هذا الطريق باش تخلصي على وليداتك ان شاء الله. ولكن وعد منك ام مريم انا كنطالب منك انك توعديني الا ردوا عليك هذا الشهر ولا الشهر الماجي اول وحدين جيت علمينا هما حنا الله يرضي عليك. ان شاء الله. الله يجازيكم باش حنا نفرحوا معاك لاله. ان شاء الله. الله يجازيكم بخير. انا متبعاكم. مرحبا. كل نهار تنشوف نتفرج في اللايف ديالكم. الله يجازيكم بخير. مرحبا حبيبتي. مرحبا. بغيت نسولك الله يجازيك بخير. انا واحد جارتي غير طلباتني باش نسولكم. مرحبا. جارتي عندها بنت معاقه. اييه. وعندها ولد اخر ما فيه حتى شي حاجه، وين الزوج ديالها من داك النوع اللي ما تيفيق حتى ربعة العشيه ما مسوقش ليها. كسول خامول خامول. وما باغيش يصايب ليها الوراق وقالت لي عافاك سولي لي اشنو غندير حيت هي قالت لي الا انا خرج داك الدعم غياخذو ما غيعطيش ليا باش نجري انا بديك الدريه وداك الشيء باش حيت هي مسكينه حاليا دابا ما تيوقف معاها حتى شي حاجه. ها الناس اللي تيعطيوها وتيعاونوها وداك الشيء باش تدير الدريه للطبيب باش وكانت دايره الراميد بسميتها هي. كانت دات الناس شهدوا ليها جيران بلي هذا السيد راه ما تيعطيها حتى شي حاجه ما مسوقش ليها وشهدوا ليها وداروا ليها الراميد بسميتها هي. شوف اختي ام مريم باش نجيك صراحه هاد الشيء ديال ان دات الناس باش يشهدوا ليها ولا ما يشهدوا ليهاش حاليا مع هذا النظام الجديد راه ما خداماش. وشنو غدير؟ الله يجازيك. حيت اصلا الشهاده يقد واحد يشهد شهاده الزور، شنو غدير؟ خصها تجمع معاه تقول له نوض تقعد معايا وكون راجل. تفضل سي طه. هي بالنسبه كلا حالتين
هي تجري ولا تنعس ولا تخدم، فاطمة طلبي قصة فاطمة ونجاوبك أختي كمل. الراجل غادي يرب الأسرة، الفلوس غايجيو هو ماشي هي. وبالنسبة أخ طاهر سمح لي الله يجازيك بخير، هي عندها بنت معاقة، واش غتخلص يعني شريف إعاقة بوحدها؟ أستاذة ممكن، ولكن جميع الإجراءات اللي غادي خص راجلها اللي يديرهم، يديرهم راجلها ويدير الحساب البنك ديالو، واي مساعده اللي غتجي هو غيولي الا كان كيفيق مع الرفعه غيولي فيق مع 6 العشيه. اجي ومريم ومريم هذاك الراجل ديالها واش مبلي شي بليه ولا شنو؟ مبلي الله يعفو عليه. لا حول ولا قوه. واش خايفه؟ قالت لك واخا غيجي الدعم يشد الدعم، واني راه ما غيعطيهش ليها هي. اجي بغيت نسولك الراجل اللي كيجلس على 4 العشيه عاد كينوض، ملي كيجيب فلوس البليه خدام داير عنده طاكسي. وبابا وا عنده طاكسي، عندي عنده بطاقه مهنيه. ما والله ما نعرف ما نقدرش. لا وصافي صافي عنده بطاقه مهنيه. اليوم مشات للمقاطعه وقالوا ليها غتمشي تجيب لينا غير لاكارت ديالو وحنا غنخدموا لك داك الشيء غيبا عليه هو، يعني واخا ما يكونش هو حاضر. لا 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 دار ديك البصمه ديال العين وخرج ليه الكول. اه دارها دارها وين هي؟ ايوا صافي. قلت لها واخا تعمري راه غادي يجي هو كلشي بسميتو هو، هي ما باغاش يكون هو رب الاسره ديالها ياخذ ليها الفلوس ديال بنتها. يعني بستثناء الى داو لها التزام بانها هي اللي مسؤوله على ولادها. داك الشيء حيت هي في الراميد كانت دايره هي بالله هي المسؤوله على ولادها. ايوا صافي غنقول لها توكل على الله وتمشي عندهم ربما يعاونوها. ها خلات تمشي صافي. الله يجازيكم بخير وسمحوا لي بزاف. الله يجازيكم بخير. اللهم امين. لا حول ولا قوه الا بالله. الوالدين يا الله يعاون. بغيت نسولك اختي الله يجازيك بخير قبل ما ننسى، شنو واش ملي تيجي لك الدعم واش تيجي شي كود في التليفون شي في الجيميل؟ ما فهمتش. على حساب انتيا اينا سميتو اينا هذا اينا بنكا الفيرسي درتي ليهم، واش داك كاش كاش ولا لا بنكا عاديه؟ لا هي داك شوف درناه عمري ملي غيكون ملي غيجيك الدعم تكوني مقبوله ولا ما مقبولاش غيجيك ميساج صافي. يجي ميساج في التليفون ديال راجلي غيصيفطوا لكم اي واحد اللي غيجيه ميساج باي حاله عليها التليفون اللي تقيدتوا به ضروري يبقى عندكم، وما فيها باس تنزلوا للشركه ديال الاتصالات انكم تقيدوه في سميتكم. الله يجزيكم بالخير. صافا الاخوان. الزوج ديالي الخدمه اللي عاطيه الرقم يعني دائما خدام عنده. ايوا الله يسخر الله يسخر الله يرحم ليكم الله يرزق من عنده. مرحبا الله يسهل عليكم جميعا. مرحبا سي مبارك تفضل معنا سيدي. سي مبارك السلام عليكم. عليكم السلام سي مبارك. بالنسبه للاب ديالك كنسمعك، بالنسبه للاب ديالك اللي عنده البطاقه ديال الفلاح ومشى شطب عليها كما قلتي طلبوا ليه شهرين عاد باش يتاكتيفا ياك؟ سي مبارك شوف راني دخلت لذاك الريكلاماسيون ديالو ديال دوك الاجار باش نشوف. دخلت الرقم ديالو وكاتبين ليا انو ساجي با دان ناسيوريتي ان اس، زعما ما كيسالو والو لا. Il ne s'agit pas d'un assuré. Ah, je ne sais pas qui sort. Je n'ai pas vu que l'homme libre mieux d'avion. الله يلطف. لا شوف اسمعني، من واخا تصايب له ميساج غدا عيط. واه الله يرضي عليك سي مبارك، انا غنهبطك سي مبارك. ما ديرش بوز كافي الله يرضي عليك، راك طيح لنا اللايف الله يرضي عليك. غدا غتعيط لي 39 39 وغتعطيه النمره هذا لاكارت ناسيونال ديال الوالد ديالك، وغيسولوك النهار والشهر فاش تزاد والعنوان فهمتيني، باش يتاكدوا انه هو من الاحسن يكون معك هو باش هو اللي يهضر معاهم. وديك الساعه خذ من عنده التليفون وسولهم قول لهم واش هاد السيد هادي هاد رقم البطاقه الوطنيه هادي واش كيسال شي حاجه، واش كتسالوه شي حاجه ولا لا؟ صافي صافي.
وبالنسبه اللي قالوا لي في الفلاحه قالوا لي سير حيد الكونت ديالك اللي تسجلتي فيها في الدعم، قالوا لي حيدها باش اذا جاك الدعم راه غايديه لك لاسي نسيتي لا كيسالو. ايوا عليها انا شنو قلت لك؟ ودابا انا عطيتك الجواب قبل انت ما تسول عليها، قلت لك انا غدا عيط ل 39 39 وتاكد ان واش كيسالو شي حاجه ولا لا، او لا سير انت وياه. دابا انت تبارك الله خدام في السوق ما كتخدمو حتى شي من وقيته حتى ل 11 النهار، انت في الصباح بكري سير شد الواليد في يدك وسير معاه الله يرضي عليك. لا هو راه معايا، لا هو ما كاينش معايا، هو كاين في هو كاين في الصويره وسادة ما كاينش معايا. ايوا وشكون كاين معاه؟ كاين اختك كبيره، كاين خوك واحد اخر. مرحبا. لان نتايا هو غيمشي لراسو، هو غيمشي لراسو، هو قاعد يمشي لراسو فهمتي. ايوا صافي الله يسخن، هو غيمشي لراسو، هو قاعد يمشي لراسو. صافي الله يسخر اسيدي. مرحبا. صافي غير هو على بيت نسوها على هذا الكونت اللي قالوا لي سير حبسها واش يمشي غدا واش شنو قلت لك انا امبارك قبل ما يحبس الكونت يمشي يشوف واش كيسالوه السينيسيس، لان الا كانوا كيسالوه لا سينيسيس راه ما غيعطيوه لامو غراتوي حتى يخلص داكشي اللي عليه، انا غيدفع وغيقول لي يا اما مرفوض يا اما دغوا فيرمي، واش فهمتيني؟ خصو هو اول حاجه خصنا نطلبو هي لامو، اما تغطيه اما ديك 500 درهم، هذيك 500 درهم راه ماشي 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 شي حاجه اساسيه كنعتمدوا على التغطيه الصحيه، باش غدا ولا بعدو انا ولا انت مشيتي للسبيطار ديال الدوله غتبين لهم غير ديك التغطيه الصحيه اللي عندك بالمجان غيدخلوك، ماشي انت غتدخل للسبيطارات. كنا كنعرفوا الحاله المزريه ديال بعض السبيطارات وفي الاخر ملي تكون خارج تخلص الخلاص الكلينيك، واش فهمتيني؟ شكرا ام ايوب. فهمتيني مبارك؟ عندك كونيكسيون شويه طايحه. حليمه تفضل اختي. السلام عليكم اختي حليمه. السلام عليكم اختي امك، لاباس عليك؟ الحمد لله اللهم لك الحمد. انا دخلت حتى شنو ندير دابا المؤشر عندنا؟ شوفي فيا حنا المغاربه، حنا المغاربه كيقول لك اللي داخل يشد الارض، دابا شدي الارض وبلاتي عليك وهضري معانا. دابا انا كنت مسجله انا وماما، ماما اللي قلت لكم عندها الدياليز كتصفي، أيه؟ كان عندها غاميت ديجا في عندنا اي جوج الناس وقالوا لي زيدي معاك شي زدت معايا بنت اختي هبط لي شويه، عاوتاني زدت معايا خويا طلعوا لي بانه لا عنده لا سينيسيس، طلع لي شويه ولا دابا 49. ولكن خوك شنو عنده؟ ودايرين لي بان المتغير المتغير هو ان الروشارجات، ومنين قلبت لقيت هذوك اللي ضايفه معايا هما اللي تيديروا الروشارج، واش نشطب على هذا الشيء ونعاود ماما هي رب الاسره ولا شنو ندير؟ ايوا شوفي فيا الا كانت بحال هكاك غتشطبي على داك الشيء وغديري ماماك هي دابا شكون اللي دايره رب الاسره؟ انتيا؟ انا في عمري 32. وشنو عندك؟ ما عندي والو غير الدار اللي ساكنين فيها، انا ما عندي لا سينيسيس لا والو. لا 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 واش عندك الواي فاي كتشارجي الكارطة اش كديري؟ ما عندي لا واي فاي لا والو، الواي فاي انا بسميت اختي كاين على برا كتخلصوا لينا. ايوا صلاتو على النبي. بغيتي تعاودي الدوسي من داو جديد شطبي عليهم وديري الوالده ديالك يا رب الاسره ودخلي معاها انت عاد دخلي معاها اخوك وداكشي ونتمناو على الله يجيكم مؤشر طايح شويه. صافي اختي اشنو ندير نشطب عليهم كاملين ونعاود ندير ماما رب الاسره ياك؟ اه اه ندير كونيكسيون. اه ها اختي اه عندي كونيكسيون شويه ناقصه. نشطب على علينا وندير ماما رب الاسره وانا انتي... ونضيف معايا بنت اختي حتى هي اللي ما عندهاش لا سينيسيس. شحال عندها في عمرها بنت اختك؟ عندها شي 34. صافي توكلي على الله. واخا ام صابرين كلشي غيطلع شويه د الصباح. صافي لالا صافي شكرا. مرحبا مختي مناري كريمه تفضلي. ما عندكش كونيكسيون اختي مناري كريمه تفضلي يلا. السلام عليكم. السلام عليكم. لاباس عليك؟ اللهم لك الحمد. الحمد لله الحمد لله. بغيتك بخير بغيت غير نسولك هذيك جارتي المراه الكبيره اللي قلت لك عليها اي جاها مؤشر طالع صيفطتها اليوم باش تمشي تسول في المقاطعه اي واش يمكن لها تطبع على راسها وتدخل معايا، فاش مشات
قال لها لا ما يمكنش تشطبي، ما يمكنش يدخل معك الجاره، حيت حقه ما حقه حيت ماشي نفس ماشي نفس الكنيه. وعلاش في الاول قول لهم كنتو كتقولوا لعباد الله كتقول لهم غتجمعوا؟ عرفتي علاش دابا؟ دابا حيت دوك الناس اللي جمعوهم مع بعضياتهم في الاول الجيران مع بعضياتهم، ملي جاو الدعم رجع كل جار كيتسلت من جارو كيمشي عند المقدم كيبدا يغوت عليه، لا انا اللي خصني الدعم، هو راه عنده انا اللي ما، واش فهمتيني؟ عاود الاخر يجي عنده، لا راه فلان عنده، وكيبداو يقروا على بعضياتهم. هذا هو المشكل اللي طاحوا فيه عليها. بداو كيقول لك اللي ما عندوش ما يتقيدش، كل واحد يتقيد بالعائله. صراحه راه هاد هي بالنسبه ل واخا اختي حريه، بلاتي انا اختي اللي دار بوز كافي غادي نهبطوا، لان كيطيحوا اللايف وعينا نقولوها لا اله الا الله محمد رسول الله. نفس العنوان؟ لا انا في بارطمون، وهي في بارطمون، انا في موبل، هي في موبل مقابل معايا. دابا المشكل غتحلو في سميتو في شهاده السكنه. قلت زعما ندير لها شهاده السكنه، انا نديرها لها مثلا، وحات مره كبيره، مره كبيره بزاف مسكينه، وجاها المؤشر 51. اصبري يا بنتي الله يسرك. اشنو تسعود 10 جاها. استاذ عطي سميتو المشكل خصك شهاده السكنه تصوبيها لها، ممكن هي دير التشطيب الراسها بلا ما تمشي تسول. ولكن غتحل هي في شهاده السكنه اللي غيعطيوها، ما يمكن يقدروا ما يعطيوهاش لك في يدك خاصه بلا مو. هذا هو المشكل. دابا انت سبقتي المقدم، كنتي تشطبي عليها بلا خبر المقدم، تشطب على راسها. دابا المشكل شو واقع سيتي؟ دابا هي كانت سجلت شحال هادي من الاوائل، وكنا داروا لها تشطيب ماشي الكتروني، يعني ديال المقاطعه في 26 في شهر 10، ولحد الان مازال في طور المعالجه، لحد الان ما جاوبوهاش، مشات تشطيب تحيين. لا كيكون عندها شي مشكل، اما كيكونوا بداو المعلومات ووقفوها وما كملوهاش. لا ما كاتبش ليها. شوف سمعي كريمه نهار الحد، نهار الحد حنا الباح كنا حلينا الناس بزاف ديال المشاكل كيكتبوا لهم في طور المعالجه. نهار الحد جيبيها معاك وجيبي النمره التليفون ديالها والمعرفه الرقمي ديالها، وكيكون هنايا السي ميركم راه موظف في السجل الاجتماعي الموحد، وكتعطيها الرقم المؤشر ديالها، وكيجيها ميساج في التليفون، وكيشوف لها الوضعيه ديالها، وكيقاد الامور ديالها. واخا ان شاء الله. باش كيكون هذاك السيد اللي دار التحيين. ما عندكش واحد. وحاله اخرى الا كنتي زربانه غتمشي معاها للعماله. السعودية راني صيفط لك قبل الكاست، راني صيفط لك السعودية. تمشي معاها للعمالة مصلحة لامو، تقول لهم ودي راه السيدة دار التحيين عندها شي مشكل، هما سميتو غيطلقوا ليها السيستيم تما. واخا هذا تيبقات فيا لأن مرة كبيرة بزاف، أنا راه زيدت ب 1900 و شوف أختي، شوف أختي. الأخت. ما بغيناش نكثروا بزاف، وسمح لي الله يسترك، ما بغيناش نكثروا بزاف في الهضره، بغيناش خصنا استفاده ونستقبلوا اكثر عدد من المشاكل. لان شوفي انا بحال الوضعيه ديالها كاين بزاف، نقدروا نقولوا كاين تقريبا واحد المليون الناس المغربي ومغربيه اللي بحال الحاله ديالها. الدوله ان شاء الله منين تيا والاخرى 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 غيمشيو يكتبوا واحد بحال اعتراض، واحد شكايه ويحطوها عند العماله، راه غياخذوا بالعين بها، ويقدوا يديروا لهم طريقه اخرى للاستفاده، خصوصا التغطيه الصحيه. ولكن ماشي انا بوحديتي ما عنديش ونبقى ساكته ونبقى نبكي، واش فهمتيني؟ ضروري ما ندير واحد الحركه، ندير واحد الشكايه، نمشي نديرها عند كاتب عمومي، ونمشي نقاليزيها، اما ونخلي نسخه، سمعوني، نخلي نسخه عند في المقاطعه، ونهبط نسخه للعماله، ولا كاين حتى شي بلاصه اخرى، نمشي نحط نسخه عند الضمان الاجتماعي، فهمتي؟ كل واحد يدير بحال هكا عندهم ما يديروا لنا شي حاجه. صافي لا. وبالنسبه للوالده ديالي واخا عندها التقاعد يعني ودخلت معايا، ما غاديش تشكل لي شي مشكل. ما غاديش تشكل لك شي مشكل، ولكن من الافضل انا كنفضل الا بغي اللي بغى يطيح المؤشر ديالو ضروري يدخل معاه، يا اما ناس صغار يا اما ناس كبار اكثر من 65 عام. بالنسبه ما عنديش، كاين غير الوالده ديالي اللي عندي.
وهاد المره هادي زعما كنت غنحاول ندخلها معايا باش نستافدوا بجوج من لامو، حتى هي مسكينه عكسوا ليها يعني، ما هذا هو الحل اللي كاين عندي. ايوا لا اله الا الله، جاوبي الوالده ديالك وتمنوا على الله خير. شكرا لاله، بارك الله فيك. مرحبا. شكرا اختي حوريه، تفضلي. السلام عليكم ام مسك. عليكم السلام. مرحبا لاله، مرحبا. عافاك غير بالنسبه للاخ ميركم البارحه راه بدا ليا التشطيب، واش كل واحد تبقى عليه 24 ساعه ولا 48 ساعه؟ لا كيقول لك 48 ساعه على كل واحد. وبالنسبه عافاك دابا انا كما راكي عارفه بديت دابا ندير انا هي ربات الاسره، وديجا دفعت الدعم بسميه الوالد. واش كاينه شي طريقه باش تحذفي هذاك سميتو ولا غير التصحيح؟ شنو باش تحذفيه؟ باش تحذفي الطلب ديال الدعم اللي كنت درت انا بسميه الوالد. واش زعما غير دابا انت دابا انت في الاول كنتي دايره بان الاب ديالك هو بالاسره، دابا بدلتيها؟ دابا بدلتها غندير انايا. ايوا منين تبدل واش دابا صايبتيها ولا باقي؟ الاخ ميركم عاد البارح بدا ليا انايا. ايوا هو وشوف فيا، غتمشي عند مول السيبر غتقول ليه يدير لك الالغاء ديال داك الطلب، وتوقفي تا تكملي التشطيب وتكملي كل شيء، عاد ديك الساعه دفعي الدعم صافي. الله يسهل عليك، شكرا بزاف، سمحي لي. مرحبا لاله، مرحبا. السلام عليكم. السلام عليكم. بلاتي اختي، باقي النوبه ديالك ام ادم، هي قبل منك الله يجزيك بالخير. ام ادم تفضلي. ام ادم، ام ادم اختي عندك كونيكسيون. ام مسك كتسمعيني؟ دابا كنسمعك، تفضلي. عافاك اختي ام مسك، بغيت نسولك واحد السؤال. اها تفضلي اختي، تفضلي حنا كنسمعوك. عندي الوالده ديالي عندها 65 عام ياك. اها. وهي ما قبلهاش انا مشي طالع، ودخلت اختي معاها. ستو هاميه حيدي الصوت. ياك. بلاتي 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 يا ام ادم، الله يرضى عليكم. غير من التغطيه الصحيه. بلاتي ايه حيدي الصوت، الله يرضى عليكم، كنقول لكم اللي طلع يحيد المايك. تفضل اختي ام ادم، اللي ما حيد الصوت غنهبطو. تفضل اختي ام ادم. سمعتيني اختي ام مسكيك، ودخلتها مع اختي ودابا استفدت غير من التغطيه الصحيه، ومؤخرا سمعت باللي الحكومه قالت باللي هي تقدر تستفد حتى من الدعم، واخا حيت هي ارمله وما وغير بوحدها، واش يمكن ولا لا؟ واش قالها شي وزير هاد الهضره؟ قالت لك سمعت سميتو في البرنامج باللي قالوا الدعم غيكون حتى على الناس اللي فقراء، والناس الدراري، والناس اللي في هشاشه، لانهم هشاشه زعما. شوف اختي، بالنسبه حنا تحد فينا ما يقدر يقول لك لا وزير لا رئيس الحكومه لا حتى شي حد، ما يقدر يقول لك هذه غنعطيوها وهذه ما غنعطيوهاش. كاينه تما واحد اللجنه عطاوها واحد مجموعه د المعايير غادي تدرسها، وغيسبقوا الاغلبيه كما قلت لكم الناس اللي عندهم دراري صغار، والناس اللي كبار من 65 عام الفوق. واش فهمتيني؟ يعني بالنسبه لي لا انا 65 عام وارمله، ولكن ديك الارمله اللي 65 عام واش عندها وليداتها ولا ما عندهاش؟ لا عندها، حنايا البنات وين كبار فايتين 21 عام كملنا بثلاثه بينا، دابا هي بقات غير وحده. وخدامين ولا ما خدامينش؟ خدامين ولا ما خدامينش؟ اللي طلع يدير حنايا لا. واش نتوما خدامين ولا ما خدامينش؟ لا لا ما خدامينش اختي ام مسك. وماماك باش كانت كتعيش؟ ماماك الوالده ديالكم باش كانت كتعيش؟ شحال هادي؟ الوالد ديالي كان غير تيان ديال الطوموبيلات، ومات الله يرحمه. فوقاش مات؟ يلاه دابا عام ونص. ايوا هذا عام ونص، باش كانت كتعيش الوالده ديالك؟ عايشه غير بواحد الدار كتكريا تحتانيه. ايوا هذيك الدار فيها الضريبه ولا ما فيهاش الضريبه؟ لا لا غير بني عشوائي داكشي القديم. بشحال كبيها اختي؟ بشحال كبيها؟ كريا ب 16 فريال. والمهم انا غير بغيت نقول لك واحد الحاجه، ان ديك اللجنه راه كتشاف المقدم وكتعيط عليه
والمقدم عارفكم بلا كاملين ديك الدار، اه ولا لا؟ لا المقدم ايوا اختي ما دايرش خدمته، الا ما عارفكوش بلا كاملين الدار ما دايرش خدمته، باش نجيك الصراحه. ايوا نقول كذب عليك، وانا انا قلت لا حيت انا ما عرفتش عقل وعمرني ما بغيت معاه، ما نكذبش عليك. ايوا ما جاي بصرايرك، انا غا بغيت نقول لك واحد الحاجه عليها، انا اش كنسولك هاد الاسئله لان بغيت نقول لك انتيا وبغيت نقول المغاربه كاملين، هذيك اللجنه راه عندها بزاف د المعايير اللي كتحكم فيها، والسيد ميركم هو قال لك، قال لك المراه الحاضنه الارمله الحاضنه، لان خصك تعرفي واحد الحاجه، ان الناس اللي كيقول لك ان المراه اللي كبروا وليداتها، وليداتها ملزومين يصرفوا عليها، واش فهمتيني؟ ميركم قال لك ما بقاش غير المقدم اللي كيعرف. سمعتك اختي امس، وهذا هو الاشكال. ودابا حنايا في هذه اللحظه هذه بغينا فعلا الناس اللي ما عندهمش هما اللي يستافدوا، اللي ما عندهمش دابا حنا خصنا نعاونوا بعضياتنا على ان الناس اللي ما عندهمش هما اللي يستافدوا، اما اللي عنده دار وساكن فيها راه الحمد لله عنده داره، راه كاين ناس مساكن اللي عنده راجل كتلقاه مياوم وعنده ثلاثه ولا اربعه ديال الدراري، يخدم نهار ب 80 درهم ويجلس اربع ايام ما يخدمش، وكاري بيت وكوزينه وطواليت مشروكه وكيخلص على 16000 ريال، هذوك هما الحكومه اللي بغات تعاون هذوك الناس. دابا كاين بزاف الناس اللي عندهم الديور ديالهم وعندهم الويفي وعنده لابونمون، وتا هو حاط عيني على ديك 500 درهم. انا هنا ماشي كندافع على الحكومه، ولكن كنقول لك ان اي حاجه كتبدا بدقه بدقه، خليهم يصلحوا دوك الناس اللي ما عندهمش، لان في ايامات كورونا راه الناس خداو الدعم تبارك الله، عندهم الفلوس وخداو الدعم، ان الناس اللي داروا ديك الراميد تبارك الله راه كاين موظفين وداروا الراميد كيدفعوا هنا ويدفعوا هنا، هذا الشيء حنا اللي بغينا نحيدوه من هذه البلاد. شوف انا ما كنهضرش على الشفاره الكبار، الشفاره الكبار راهم كاينين وعندهم مسؤولين اللي فوق منهم، هذوك هما اللي يحاسبوهم، حنا كنعاونوا بعضياتنا. انا قلتها لك قبيله، هبطات ما عندهاش كونيكسيون، انا قلتها لكم قبيله ان اللي كانوا تسجلوا هذا مع الجار ديالو مع الجار ديالو مع الجار ديالو، غادي تلقى ان الجيران كل واحد فيهم كيمشي بوحديتو عند المقدم، ولا راه عنده ولدو كيصيفط ليه كل شهر من برا قدا قدا قدا، انا اللي يستاهل الدعم، يعني شي كيف هادشي، وهذا هو المشكل. نيس موح بلاتي واحد الطريقه. اهلا سي ميركم. سي طاهر بخير اختي اميس، لاباس عليكم؟ اللهم لك الحمد. سي ميركم مبروك مال عرسو صغرت اخويا، والله يوفق الله يخليك. خلي الطبق مستور. الله يحفظك اسي طاهر، الله يكمل بالخير، هذوك راه دعاوينا السي طاهر دعاوينا. ان شاء الله المهم شي شوف يطلعوا كراد مزيان ان شاء الله باذن الله. واحد الاخت الاخوان الله يجازيكم بالخير، اللي عنده مشكل في مصر يهز الحاله المدنيه ويمشي يتجه لمدير المؤسسه، راه دايرين واحد الموظف خاص لهذا المشكل هذا، يمشي عندهم، ماشي تاكدوا لي من الكود ديال مصر، الا تاكدوا لي من الاسم والكنيه ديال ولدكم ولا بنتكم، وتاكدوا لي من النهار والشهر والسنه فاش تزادوا، وتاكدوا لي كذلك من رب الاسره واش الزوج ولا الزوجه، حيت اذا كان رب الاسره هو الزوج في الدعم والزوجه هي اللي دايره رب الاسره في المدرسه، راه كتختلفوا الامور عليكم، الله يرضي عليكم. ولي الامر في المدرسه شكون اللي دايرو؟ ايه ولي الامر في المدرسه شكون اللي دايرو؟ وحاجه اخرى، كاين بزاف د الناس اكتشفوا بان الكنيه ديال ولادهم كاتبينها في الحاله المدنيه غلطه، كيقول لك اشنو ندير اختي؟ حاجه وحده، اللي كتكون عنده الكنيه في الحاله المدنيه غلطه عنده حل واحد هو القضاء، كيمشي يوكل محامي وكيرفع دعوه على باه وكيصحوا الكنيه. تفاهمنا على هادي؟ ما كاينش شي حاجه اخرى من غير هاد القضيه هادي. ميركم كاين شي طريقه اخرى قانونيه؟ لا لا من غير هادي كاين طريقه وحده هي هادي. هادي يلا اختي التهاميه، تفضلي اختي التهاميه معنا تفضلي، وان شاء الله على هاد القضيه ديال المسار غادي ندير عليها فيديو في تيك توك، شوفوها باش ما نعاودش نلقى الاسم. شكرا اختي خلود، بارك الله فيك اختي التهاميه، تفضلي لالا تفضلي. السلام عليكم اختي ميسك. مرحبا لالا بخير لاباس، بغيت كنتصنت لكم دائما، وبغيتك تنصحيني. الحمد لله ام ساره، انا كنت ترشحت على الغرفه،
كنت خياطه وكنت نترشح على الغرفه وداروا لي لا سينيسيس. ملي داروه قالوا لي تبقى تخلصي 2600 درهم في الشهر، وانا ما كنتش نخلصها لان جاتني ديك الساعه مع 2022 جاتني كنت ما خداماش وما بقاش كنمارس الخياطه. ايوا ودابا بغيت نشطب عليها، واش ممكن؟ ممكن تبقاو يسالوني. لا سمعيني غتمشي. واش عندك محل ولا في الدار بعدا؟ لا ما بقاش داير المحل، طلقته في 2019. اش من عام تقيتي انت في سميتو في الغرفه؟ مقيده شحال هادي في المحل المحل بسرعه المحل اللي كنتي واخد بسرعه المحل اللي كنتي واخد داير باقي عندك الفسخ مع مولاه؟ لا داك تنازلت على مولاه عطيته لي في 2019. واش باقي عندك شي حاجه كتابه ولا عشفاوي؟ لا عندي واحد الورقه بان عندي تنازل تنتنازل على يعني خرجت منه يعني. المهم عندك شي حاجه في المقاطعه مزيان هذه دابا غتمشي للغرفه غتشطبي على راسك وغتمشي لاسينيسيس. لاسينيسيس انت وجهك ضروري خصك تخلص على راسها غتخلصي ما حدك غتشطبي الا واخصك تخلصي داكشي اللي كيسالوك. شحال هما كيسالوك؟ هي علاش قلتي هذيك الورقه الا كان عندها ما يفيد باللي هاد المحل سقتي في ذاك الوقت ممكن يكون عليك باش تدافعي على راسك. اما الا غتقولي ما ودي راه ما بقيتش ولا كذا شفويا يتقيد شفويا راه ما تيقوكش خصك تخلصي. واش فهمتي لا التهاميه؟ فهمت ولكن انا ما مشيتش قلت لهم صيبوا لي انا حتى فاجئوني صيفطوا لي كلشي هكا. الله يرحم ليك الوالدين ما نكثروش الهضره مع انت كنتي كتمارسي واحد المهنه. الهضره اللي قالت الاخت قبيله للسيده راه كاين المقدمين كاين الشيخ كاين 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 انت قلتي مشيتي تسجلتي عندهم الغرفه قالوا ليهم الغرفه قالوا لهم هاد السيده راه خياطه صافتوك كل لاسينيسيس صافي على لا كنا كنصوتوا على حساب الصوات. الاخت الله يرحم ليك الوالدين والله يجازيك بخير والناس كاملين ديك الفكره ديال ما قلتش ليهم ما قالوش ليا راه الوراق هما اللي كيهضروا. نعطيك مثال انت مشيتي لا لا درتي عقد كيرا مع شي واحد كيشدوا مثلا ثلاثه ديال الوراق لا عقد نعطيك واحد اكزومبل نعطيك واحد المثال الناس كيديروا عقد كيرا كيشدوا مثلا كيكونوا خمسه ديال الوراق كيعطيوك انت وحده وكيعطيو وحده للكاري والمكتاري دوك ثلاثه اخرين اش كيديروا بهم مثلا وحده كتصيفط للباشاويه كتعلم كيتعلم السيد الباشا وحده كتبقى في الارشيف وحده كيصيفطوا للدار الضريبه. المهم اختي التهاميه اللي بغيت نوصل بلاتي اختي اسمي تنفهمكم انا راه ماشي جاتني من الحانوت لان كان عندنا لامين ديال الخياطه وايه راه كلهم بحال هكا واسئله التهاميه راه كلهم بحال هكا في هذه الحاله الا جاتك عن طريق لامين فوقاش ديكلارابيك 2020 ولا فوقاش ديكلارابيك؟ لا ديكلارابينا شحال هذه كنا كنصوتوا عليه. ايوا ها المشكل ان هذه دابا جبتي لنا واحد النقطه اللي خصنا كلشي نصايبوا عليها. الاخوان الا بغيتوا شي حد يمثلكم في البرنامج اولا في الجامعه ديالكم ما تاخذوش 200 درهم ولا يدير لكم شي مقابل باش تصوتوا عليه. الانسان المناسب في المكان المناسب راه الخدمه ديالو قول لي الخدمه ديالك هي اللي غتخليني نصوت عليك ماشي غتخدمني انا بوحديتي. لا 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 ماخذينا من عندنا 200 درهم لا والو غير كنا ولا مين ديالنا كنا كنصوتوا عليه. واش دار لكم شي حاجه؟ كان كيخدم مزيان ولا مين ديال الخياطه؟ عدلم لا لا خدام مزيان غير انا ما بقاش كنمارس الخياطه وصافي ما هو زعما ايوا ايوا والله يعمر هذا خدام مزيان غتمشي لاسينيسيس الا كان ديك لاليك وشحال هذه غتلقاهم كيسالوك شي 4000 ولا شي 6000 درهم وديك الساعه نسمعوا الله يعمر هذا واش زوينه تفهمنا؟ سيبي لاسينيسيس سمعيني سيبي لاسينيسيس وغتشوفي معاهم شي طريقه لان قبل ما تشطبي على راسك واخا تشطبي على راسك الا ما خلصتيش لاسينيسيس وجاك المؤشر طايح غدفعي لامو غيبلوكيو لك الدوسي غيقول لك حنا باقي كنسالوك اجي خلصينا عاد شوفي دفعي لامو. تفضل السي مركب بغيتي تقول لها شي حاجه؟ بالنسبه للقضيه ديال ان راه غير مقدم والشيخ اللي كاينين راه ما بقاش كاين غير مقدم والشيخ
كاينين مقدميه اخرين معاكم ساكنين معاكم وما عارفينهمش. هذا الشيء اللي بغيت نوصل لهم، وكل شيء معروف. صافي لالا لالا تهاميه غير في النوار. اليوم انا بعدا شخصيا هذه المعلومه عاد عرفتها وتاكدت 100%، سامعه ولكن تاكدت منها اليوم 100%. شوف شوف ميركم، واحد دقيقه ميركم ميركم، انا نبصم لك على ديك المعلومه انت اللي يلا عرفتيها، انا نبصم لك عليها ب10 ولا ب20 حلا كتشوف فيها. انا راه عرفوني عليهم اليوم قال لك احمد هذه شحال هذه واقع في هذه المساله هذه. انا نقول لكم واحد الحاجه، شي متقدم سلقى هما تعمدوا يعرفوني عليهم. واسي مركب واسي طاهر احمد، اسمع اسمع، راه من قديم الزمن ملي كانت عندي باقه 15 عام كنت كنعرف كاينه واحد اللجنه مكونه مجموعه كيسميوهم الشيخ، من غير مقدمين ومن غير هذوك اللي كيمشيو للاداره كاينين الشيخ كيسميوهم الشيخ، كل 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 دوار فيه واحد جوج ما معروفينش كيمشيو نيريك للعماله، كينزلوا الخبيرات اللي كاينه تما وكيجيو في حالهم، وعندهم امتيازات ما كيعرفها حتى واحد. راه لي سميتو تاغير عرفوني عليهم اليوم واحد وعليها كيقول لك حنا المغرب باش معروفين، باش كنعرفوا هذوك الناس اللي كيديروا الارهاب واللي مشكوكين في امرهم غير بحال هذوك. والحمد لله على نعمه الامن والامان. ها وهذه هي اللي خص الواحد وهذا سميتو وهاد الناس هادو زعما صراحه حنا خصنا ندعيو معاهم الدار ديال الغيب ديالهم، لان دايرين خدمتهم سواء كانت مزيانه ولا عيانه دايرينها كامله. لا اسمح لي، انا بالنسبه لي الخدمه مزيانه، لان كيف يعقل، اسمعني، كيف يعقل ان واحد عنده الدار ديالو عنده الخدمه ديالو عنده الطوموبيل ديالو كيمشي يتزاحم مع داك اللي ما عندوش باش ياخذ معاه نص الرزق ديالو؟ بالعكس انا بغيتهم هنا فين يخدموا، هنا فين يخدموا، والناس كتكون عنده الخدمه ديالو والحرفه ديالو وكيتخلص على ولادو في لاسينيسيس وطامع في الدعم. الله الله ودي، لا لا الله يجازيكم بالخير. لالا التهاميه غدا ان شاء الله سيري لاسينيسيس وشوفي شحال كيسالوك، وديك الساعه طلعي معنا وقلنا اشنو كاين اشنو كاين، باش الا كانت شي معلومه زايده جديده نفعي بها الناس ونفعينا حتى حنا بها. الله يجازيك بالخير. تعيط بعدا غنمشي حتى للجمعه، حيت عندي انا غدا خدامه، غنمشي حتى للجمعه ان شاء الله اللي عندي الروبو. اجي وعلاش انت خدامه؟ علاش ما تخلصيش ديالك؟ نعم سي طه. كنت خدامه السيده؟ انا خدامه في واحد لوطيل تدير الميناج. ما بديك لافيش بيك؟ يلاه قال لك ديك لابين ما عمرو ديك لاب شي واحد، يلاه قال لك ديك لابين انا باقي ما شدينا حتى حاجه. ايوا سيبي سيبي جابي شوفي شحال كيسالوك سيبي. ما شفتش الا ديك لاب تخلصو ودابا غا سيبي عيطي غا في التليفون 39 39 وعطيهم لاكارت ناسيونال ديالك وغيجاوبوك. بغا تعرف واش مديكلاري ولا لا. صافي ولا درت الشطيب ما كيحيدش داك الشيء؟ لا والو، خلص نشطبو، ما خلصتيش راك جالس متبس معانا. حيت ما عمرني استفدت منهم ولا دوزت وانت ما بغيت. وشوفي انا لا تهاميه، الله يرضي عليكم باش الاخوان كلهم يفهموا، انت ما خلصتيش باش تستافدي. شنو هي الاستفاده ديال لامو؟ هي انك ملي كتمرض كتعمر الوريقات ديالك كتدفع الدواء كيرجعوا لك. ولكن واش انت عمرك خلصتيهم باش تستافدي؟ ما عمرك خلصتي. انا ما عمري دوزت دفات وهما ما عمري خلصتهم. ايوا صلاة على النبي. دابا سيري شوفي جاوبي على 39 39 وغدا ردعي يا خبا. صافي ما واش هي هبطات ولا شنو؟ المهم زينب، زينب حسن تفضلي اختي. زينب، زينب الحسناوي ما كايناش. عبد الرحمن يلا اختي زين. عليكم السلام اختي، مرحبا. السلام عليكم. مرحبا اختي زين، تفضلي معنا. معاكم. تفضلي اختي. الله يجازيك بخير. بغيت نسولكم، انا عندي واحد البنيته عندها 24 عام هانديكابي معاقه. اها. وكان جاها لامو في ديال 2012 في الشهر واحد ديال 22 في شهر واحد جاها لامو ديريكت، جا ميساج في التليفون. اي حيت كان عندها غامض، كان عندها غامض. جا الاحصاء ديال الموحد. اها. كان عندها الراميد، وحنا عندنا الراميد وما جاش هذاك لامو ديريكت،
حتى دار الاحصاء ودرناه دخلناها معنا في الاحصاء ثاني قال لك كاع الوليدات يتجمعوا يداروا في الاحصاء دخلت معنا خرج لينا حتى حنا لامو وجا المؤشر ناقص حيت باها ما خدامش و اها الديور تاع البرارك مستافدين يلا مستافدين المهم علينا دابا راني طلبت عليه واحد السيد يلا مش نخدم معاه شهرين دابا باش نخدم معاه في جديده غير عساس كيشد غير 16000 1900 في النهار اها كريم منا جديده وياكل منا وليت مشكل حتى هويا والمشاكل وليت باغاه غير يمشي يرتاح شويه عامل المشاكل المنصطع يخليني انا من السبيطار وداكشي دابا ما عرفتش كنمشي نبغي ندير داكشي ديال الدعم ما عرفتش واش حتى هي غتاخذ الدعم ولا ما غاديش تاخذ لا غتاخذ الدعم عليها نقول لك غير من 21 ولتحت اللي كي لا حبيبتي بالنسبه للناس اللي عندهم ولادات ومعاقين ما عرفتش واش ديك الربيع هكا في لاكيس لا بالنسبه الناس اللي عندهم ولادهم معاقين المعاق الا كان اعاقه عميقه راه غتبقى معاه حياته كلها غتبقى تتابع الوالد ديالها وغيتخلص عليها صافي عميقه واخا عنده لاكيس واخا يكون عنده لاكيس لا الا كان عنده لاكيس راه غيتخلص عليها من لاكيس تيكون ديكلاري بيه داك على لاكيس واش واختي الا غيديك لا ما عرفتش هادي شهرين اللي خدم ما عرفتش واش ديك لارا بيه ايوا خصو يسولو خصو يسولو واش ديك لارا بيه ولا لا شو هي في جميع الاحوال الا دفعتي وكان ديك لاري بيه الا كان ديك لاري بيه بحال ملي بغيت ندخل ملي بغيت ندخلها للدعم اها الاخوه الله يجزيكم بالخير ملي بغيت ندخل الدعم كيديروا غير من وقت 20 عام ولتحت واش نقيده بوحدها ولا لا ولكن انتما واش دفعتوا ليها الوراق ديال المعاقه الله استغفر ما عرفتش واش نقيده بوحدها دافعين ومخارج فيهم معاقه وخارج فيهم كلشي واش اين نوعيه الاعاقه اللي عندها كنمشي كنسول في القياده ولا في المقاطعه كيقول لي ما عرفتش ما عرفنا لا شو عندها اعاقه جسديه كلها ما كتركش يديها عوجيه لا ميركم بلاتي بلاتي واحد دقيقه ميركم انا الا ما خفت الكذب حركيه 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 واش في الدعم واش ما كيعطيوكش تعمر واش كاينه اعاقه ولا لا نورمالمون كتكون معمر في شي اجتماعي كيعطيو يا تعمر واش كاينه ولا ما كاينش ايوا هي قالت لك لا قالت لك قالوا لها اللي قلل 21 عام فوق 21 عام لا تعمر لكل شيء سواء كان 21 عام ولا اقل من 21 عام. وهذاك الشيء اللي عافت انا كاينه. ايوا علاش ما كتطلع لك شي لاله؟ انا يلاه عمر سدوسي غير هاد الثلاث ايام هادي عمر ديال 36 عام واحد قلب اللي كيديروا لاكارت ديال باها. شنو اختي زينب؟ اللي كيديروا لاكارت ديال باها ويديروا شي قيده معاه كيطلع ملي كيديروا لاكار ديال با يجي ديالو ما كتعطيهمش كيحكم على حسب المعاقب من 21 لتحت هي اللي تخلص عليه ما عندكش 21 لا ما يمكنش ما يمكنش ها هو السيد اختي عندك المعلومات ديالك ارا نعمرهم ليك دابا زينب 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 اختي دخلي عند السي ميركم الله يرضي عليكم الاخوان اختي دخلي عند السي ميركم دخلي عنده الخاص واعطيه المعلومات وهو غيدخلها لك صافي ماشي دابا تيسالي زينب ديري متابعه للسي ميركم مرحبا مرحبا الاخوان الله يرضي عليكم ما يتقلق مني حد اللي طلع وعندو اختي ام عبد الرحمن نخليك انت الاخرى تيتقاد لك الريزو لان الريزو عندك طايح دابا مزيان عبد الرحمن تفضل دغيا يلا قبل ما يهرب لك الريزو عبد الرحمن وعليكم اختي عليكم السلام اختي تفضلي دغيا قبل ما يمشي لك الريزو انا ارملة وكنقبض الدعم ديال الارملات اييه دابا واش نتقيد ولا لا سيري تقيدي لان الدعم لان الدعم ديال الارملات غيوقف لك في هذا الاخر هذا الشهر سيري تقيد اختي باش يعرفوا المؤشر ديالك شحال عندك لا واش نبدل داك الكود اللي عندي ولا ما نبدلش لا خلي نفس الحساب خليه هو نيت
نخلي داك الحساب، داكشي علاش بغيت نسول انا على داك الحساب واش نخليه. نخلي احسن ليك انت، راه نيت من الاحسن لك باش ما تبقى تمشي تشدي الصف. واخا الحاج، واخا الحاج، واحد دقيقه الحاج ونطلع تشعل الكيشي تدي فلوسك. صافي شكرا، جزاكم بخير. صافي هادشي علاش بغيت نسول. مرحبا. وهداك الكود اللي اسمعيني بعدا، داك الكود اللي كانوا عطاوني ما تلف لي، ما لقيتوش. ملي مشيت لهم البوسطة قلت لها عطيه لي، قالت عيات تقلب، قالت لك ما تعطالهاش، ما عرفت كي قالت لي ليها، قالت لي ما تعطاليش. سيري. واش صايبتيه في البوسطة؟ صايبتيه في بابيت بنك؟ صوتو في البوسطة. بسميت من؟ البوسطة العادية. بسميت من؟ سميتي. إوا غنعطيها لالا غا بلا كارت ناسيونال، غدار بلا كارت ناسيونال، غتجبد لك الريب ديال. عطيتولها وقالت لك ما كيعطيوهاش. عطيتولها مشيت، داكشي علاش طلعت نسقسيك دابا. ايوا اختي هاد المعلومه انا ما، لان اصلا غنمشي انا للبنكه ديالي غن ما غنعطيهم من نهار لا كارت ناسيونال، غيجبدوا لي يقولوا لي واش حله معانا ولا ما حلاش. قالت لي قلت لها حاله معاكم من هادي 10 سنين. ايوا عاودي حلي واحد اخر، عاودي حلي واحد اخر. فهاد الحاله الا ما بقيتيش عاقله عليه عاودي حلي واحد اخر، هذا هو الحل، ما تبقاش تسايني. ما كاين مشكل، ماشي مشكل، ما كاين مشكل، ماشي مشكل. اولا سيري بدلي، واش مشيتي عند ديك البريد بنك اللي حليتي عندها النهار الاول هي نيت؟ هذيك اللي حليت عندها وباقيه نفس ديك الكاتبه تما. ايوا سيري عندها قول لها ما يمكنش ما تعطيش. انا ضاعوا لي الوراق، انا تسرقت. ما تسرقتش انا، غير منين رحلت كتعرفي الاوراق كيتلفوا. ها هو قال لك السي احمد تعطيك التطبيق ديال الحساب ديالك، قالت لك هي الرقم ديال الحساب السي احمد ما بقاتش عارفه تفتح عندهم حساب. اي اللي غنعطيهم دابا اللي قال لي هذاك ديال السيبير عطيه لي انا، ما بقيتش عاقله يعني. اختي شو ما عرفاش كاع، ما كاين حداك شي واحد؟ كاين حداك شي واحد؟ كاين ولدي. قول له يكتب لك الريب هكا، يقول له يكتبها لك اغ اي بي ريب. عين عيط له. ما كنتيش بحال هكا يا اختي. حمزه اجي كتب لي نوضي وعيشي، ما نعطيك وما نعطيك. واسي حمزه انجي والله يلعن الشيطان. اكتب هو غيقول لك وكتبها. شحال نكتب؟ والله حتى نقرا الاميه على حسابك. يلا وا حمزه واكتب لمامتك تكتب ريب ريب ار اي بي ريب، ممكن اعطاء انا ريب ار اي بي. راك يكون فيها 24 رقم. كتبت شنو اخر؟ صافي عطيه لمامتك هي تمشي دي غدا البريد بنك. عطيت لك السيده قول لها اعطيني هذا. صافي واخا شكرا الله يكرمك. يلا مرحبا. شكرا مرحبا. يلا السلام عليكم الاخوان. سلام.